تعالوا نبص على حاجة تانية. في نوعين من الفورمات بتاعت الصور، حاجة اسمها فيكتور وحاجة اسمها بيت ماب. البيت ماب عبارة عن خريطة صور، الفيكتور عبارة عن معادلة او ايكويجن الكمبيوتر بيحسبها بحيث ان هو يرسم خط مثلا من نقطة لنقطة، يعني بتبقى ايكويجن جوه البرنامج عمل لي من كوردينيت اكس لكوردينيت واي، لاين السيكنس بتاعه قد كده وحجمه قد كده. لكن البيت ماب عبارة عن بيكسلز في خريطة او بيت ماب زي ما هي ما اسمها ما موجود. تعالوا نشوف ايه الفرق ما بين الفيكتور والبيت ماب. لو انا هكبر البيت ماب، تمام، تعالوا نشوف ايه اللي هيجرى لها. اوكي، كمان كمان كمان. اوكي، زي ما انتم شايفين الخطوط ابتدت تبان او تبكسل، يعني هي دي الماب اللي انا بقول لكم عليه، يعني كل بيكسل مخصوص جنب التاني، التاني جنب التاني جنب التاني عشان نكون الشكل ده، تمام. لكن لو رجعنا للفيكتور، اوكي، هعمل زومينج، مفيش حاجه اتغيرت، زومينج مفيش حاجه اتغيرت، زومينج تاني لحد الاخر 100%، مفيش اي حاجه اتغيرت. لو اشتغلت قبل كده على بنت براش مثلا او فوتوشوب او اي فورمات بتعمل صور، غالبا هي بتسيف بيت ماب. لكن في برامج تانية اللي هي الستريتور وفري هاند بتاع مايكروميديا، دول بيسيفوا، وكورل طبعا كورل درو بيسيفوا فيكتور. فلاش والبرامج التانية بيعرفوا يتعاملوا كويس قوي مع النوعين دول من الفورمات، لكن فلاش بيبقى احسن ان انت تشتغل فيه فيكتور، او كل الحاجات اللي هو بيشتغل فيها فيكتور.